شو حبيبي عم تتأمله؟ أنا عم طلع إذا منتبه هنيك شوفي البحص. شوفي. البحص مقرنب من البرد عامل هيك. لأنه الحرارة برا قديه؟ ناقص 2. بس؟ إيه اليوم دفى يعتبر عن مبارح يعني. مبارح الحرارة كانت ناقص 10، اليوم الحرارة ناقص 2 بس. تماما صيف، لهيك شو بدنا نعمل اليوم؟ بدنا ننزل بالجاكوزي. هاي الكل يا جماعة اليوم قررنا واخيرا ونحن ننزل بالجاكوزي يلي حطينا، بس إذا صارت الحرارة يعني بننزل فيها. اليوم يوم التحدي يا جماعة، ما حدا يوقف حدي بعده عني. شايفين هون في شخص طبعا مو قبلان ننزل والله. هلا شوفوا هون يعني هون بالنمسا عموما تمام، وقت بيكون في برد العالم بتروح على مسابح مدفاية، بس أنا ما عم يدخل بعقلي، أنا قاعد هون دفا، بدي أطلع لبرا ناقص 2 ناقص 3، قالوا انزل بالمسبح. هلا دايي لكم شغلة، المشكلة الوحيدة هي إنه نحن بس ننزل بالجاكوزي ممنوع نطلع، ممنوع يعني طلع على الحمام فورا. يلي طلع إيه تمام، طلع بدي يفوت لكن إذا بدي يطلع ومرحبا أهلين وين انبسطت ما بيكمل جملته. مامي جاهز؟ جاهز. أوكي جماعة قبل ما نبلش فيديو إذا انتوا على القناة ما تنسوا لايك شير وكثير كثير سبسكرايب. كملش يلا. هلا شوفوا نحن هيدا الجاكوزي جاي على اساس انه الحراره توصل للأربعين درجه، فما بعرف يعني شو برايك وصلت ولا شو. لخبركم عن شغله، قلنا يومين كاملين حاطينه على الكهرباء لحتى يسخن يعني هلا ما بنعرف قد ايه الحراره، فمشي يلا تعال عجلك شو لا مشان قد ايه 38 على فكره بلش من حراره قد ايه كانت حراره المي لما حطينا احذري قد ايه ناقص 4 ناقص 4 المي كانت المي كانت عم تتجمد شغلت وتركته صار له يومين لحتى وصلت لهون. مسكية شو؟ مسكية نار. واو شو رايك نعمل اكل؟ يلا يلا جعجع جعجع. طب ليكو خلوكم انتو برات مين مين ايه جمرت والله جمرت. ايه ماما انت عادي تضلي برات. طيب لون اوكي اول شي قررنا نعمل بيتزا. شو في مغريات بتخلي الواحد هيك ينبسط بالنزلة على الجرس؟ الاكل غير البيتزا بابا بوزة. تخيل انت ليك ليك تخيل حواليك كيلو تلج وانت قاعد بجاكوزي. ايه لا والاحلى بتعرفي شو؟ ما بس انه حواليك تلج، حواليك الجيران عم تفرج عليكي وعم بيقول شو هالعيلة المجانين هدول اللي نازلين هلا بهالوقت اصلا بعد ما يشوفونا نازلين بجاكوزي كلهم رح يقلدونا. ايوه بكره بتشوف طبعا رح يقلدونا حبيبتي رح تنتلل مشافي لانه من ورانا نحن العالم. اوكي هلا اول شيء رح نعمل بيتزا، نحضر البوزة، نحضر الكولا والفيديو الجاي باذن الله. اوكي بس مشان موضوع الفيديو الجاي والبعده 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 رح قلكم انه في مفاجآت كثير 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 حلوه، يعني قلنا تقريبا 3 سنين على يوتيوب صح؟ صح. الفيديو الجاي والبعده 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 هن من اهم الفيديوهات واحلى الفيديوهات بحياتنا يلي بنعملها او بحياتي وبحياته ايوه بحياة جوز طبعا في حدا ما عارف الموضوع بس رح تنصدموا انتوا وياه تمام؟ فانتظروا الفيديو الجاي والبعده 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 والبعدهم كلهم. اوكي ليتس جو. الله ما فيني خبركم قد ايه تعبت بعمل هالبيتزايات، لا وفوق منها شو بعمل فيهم؟ بتلفهم نايلون يعني بتحافظ عليهم يونا. خلص بالبهادل خلص ما رح طعميك بس لانك عم تتمسخر. اخ الله يخلي لنا هالسوبر ماركت. طلع جهز حالك لبين ما تجهز البيتزا. يعني البوس؟ البوس مايو وبلوزه و... يلا والله خايفه عليك. جوزي معقول تمرض؟ تعال وبيجي يعني ان شاء الله يا رب عن جد ما نمرض بعد هذا الفيديو، بس يعني هون عن جد بالنمسا الكل بيروح هيك بالتلج بيروح على جاكوزي بيسبح مي سخنه وحركات وهيك، فاللي عم نعمله عادي بس عم نعمله ببيتنا يعني، الشيء الوحيد اللي اكله همه هو انه بس ننزل يعني ممنوع عن جد نطلع، فانا رح احط لكم الكاميرا هون برا تمام لحتى تصور وبس ما رح احركها ابدا يعني ما فيني امسكها. ليش حاسسك راي على المسبح بس؟ عن جد ليش حاسسك كراي على المسبح مو طبيعي؟ الله انت حاسس حالك رايح تسبح مو رايح على جاكوزي، حبيبي جاكوزي بس بدك تقعد فيه ممنوع تنزل مضغوص وهيك. يا الله يا اخي انا لما بنبسط لما بشوف تعليم بالمطبخ بنبسط بقول في شيء يعني سوبر رح يطلع هلا. طبعا مشان تعرفوا انه ليش تعليم اليوم بالتحديد بالديانا ننزل على الجاكوزي لانه اليوم هي بدها تعمل البيت اوكي؟ والله لو عامله البيت مو انه ما بصير ننزل على الجاكوزي ما بصير نطلع لبرا وندخل على البيت عرفتوا؟ لا مو فضايح حقائق هي لازم يعرفوا المعاناة. تخيلوا مثلا انا ماسحه البيت
قال وهم رايحين يطلعوا بالجاكوزي قام على جثتي. المفروض واحد يكون استمتع بكل شيء عنده بالبيت، عرفتي؟ انت شي مره بحياتك مسحت الارض؟ الارض شي مره بحياتك مسحت؟ بدك تحددي اي ارض بالتحديد؟ هون ارض بيتنا. هذا البيت ايه ولا غير بيت؟ هذا البيت شي مره مسحته؟ ايه انا مره مسحت هنيك زمان. هاش كرمال الله. اوكي بعد ما صارت البيتزا بالنار بالفرن بالنار. هلا صار وقت نفتح الجاكوزي. طبعا الطقس مو انه برد، مو انه لا 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 جماند، يعني مثل هالثلج عم صير انا هلا حاليا. اوكي ان شاء الله افكاري ما تكون عن جد يعني خطيره، عرفتوا؟ لانه لازم عن جد انا برايي انه نفتحه بعدين نجهز حالنا لننزل فيه، فهمتوا الفكره؟ يلا جمدت شو خلص بدك تنزل عن جد؟ لا بتخيلوا قد ايه مريحه عن جد، بس خذ زياده على صوت. قول والله هلا اذا ما فيك تنزل فيها بس تنزل ما بروح تطلع. ها يا جماعه هي اول مره لكم، انا عم برجف انا عم صور قد ما برد. واحد اثنين ثلاثه رح نشغل. انزل طلعت شغله كثير حلوه. اوكي كمان ليكو شو جايبه هالبوزه. طبعا جوجي اكل نصها، شو بدكم بالموضوع؟ بس رح نحطهم برا. وين برا؟ بشرف مالك ما متحمس؟ اي والله اسمعي حطهم بكيس لونه، ما بنحطوا هدول هيك. المشكله نحن ما فينا نطلع غير لحتى يستوي البيتزايات. في حدا بيصل؟ انا تشجعت ليه بدك الدخان؟ انت ما كان بدك تنزل. طلع الدخان. انت ما كان بدك تنزل. صار بدي انزل. والله غشاش الصبي، هذا الصبي غشاش، حدا يجي ياخذه من هون. جوجي ليك شو في وراك؟ يا جماعة عن جد ما بعرف إذا أنا عم صور برا أنتوا عم تسمعوا، بس هيك الوضع للأسف يعني. أوكي أنا طالع أجهز حالي وانزل وشك خلصنا. لك وينك؟ واو باللوك. اه شايفه انك تصوري بالمي، حياتي نازله تغطسي انت ولا نازله تسترخي؟ ليك شباب جوجي على فكره المسطول نزل راسه بالمي، هلا بده يمرض هيك جوجي. الله والله ما بصير. انتبهي انت كمان ما تنزلي راسك ليش بالمي. ليش نزلت راسك بالمي؟ هلا حذركم شو بدي اعمل؟ بدي امشي حافيه على التلج. ورجينا شوفوا السيارة. يلا 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 ماما برد، غيرت الحراره لشي 20. شو هيدا؟ قولوا تالين طلعت بناقص ناقص 4 يمكن. هلا بالمشفى يعني ليكو هي جوجي هون الحرارة هي. لا 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 جنب تالين جنب. ليش هي انتهوا؟ او ماي جاد بتشي. يلا لؤي بليز روح جهزنا البيتزا. لا والله روح جهز حالك وتعا. ليه بس لجيب الطاولات لبرا مشان البيتزايات حبيبي. تركتك لحالك. يلا وين جوجي؟ لك مجنون جن الصبي. رائع 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 رائع. ليكو شو مبسوطين الدنيا والله العظيم زمهرير برا. تالين وجوجي مكيفين. اوه البيتزا تمام وما بقى عم تشوفوها. لك مجنون شو قومك من المي؟ عبيت الدنيا مي؟ ايه حبيبي العمال ما خلصت انا. طلعي رجعي على المي خلصت. بس اخذ الطاولات انا باخذهم. طلعي طب عشي ما بدي تمرضي بسرعه. يلا 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 روحي باي. يلا انا بطلع الطاولات هلا. بنطلع هدول الطاولات. مجنونه والله مجنونه. اوكي هي البيتزايات صاروا جاهزين. اوكي ما بعرف اذا عم تسمعوني بس لؤي جوا تمام. ليكو هنيك حرام عم بجيب لنا البيتزا وجوج هون. يلا انزل تحت المي فرجيهم. هلا رح طلع هدول الطاولات وطلع البيتزا لبرا وغيرتها بي وروح لعنده. هاي وحدة ونحط الثانية هون. اوكي ما بعرف اذا عم تسمعوني بس انا ما عم بسمع حالي. يلا يا معلم عن جد لاف يو لاف يو لاف يو. كيف؟ واو واو. اوكي ورجيكم هون هي اول بيتزا، هي ثاني بيتزا. هون الحرارة 37، الحرارة طبعا برا ناقص 2. ويلي يا طلع لك الحرارة برا ناقص 3 ناقص 3. يلا 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 يلا. لا 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 شوف
لا 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 نزول يا ماما. أنا بشكل يومي رح أعمل هيك يوميا. أنا يوميا رح أعمل هيك. الوضع يا جماعة أكثر من ممتاز، يعني أكثر ما بتتخيلوا قد إيه حلو إنه تكون حرارة ناقص 3 وأنتم بحرارة 40. يعني لأنه القعدة فوق حاجة تضرج الأكل. ما عم طرش، أنتم شايفين التلج حوالينا؟ يعني نحن تلج ونحن مي سخنة. وات إذا تغسل أكثر؟ لا لأنه الجيران شوي تاني رح يجي يسبحوا معنا. أهلا وسهلا. مو طيبة البيتزا عن جد؟ ليه؟ لأنه بردت وأكلت لها شوية مي. طيبة بتجي معنا؟ طيبة؟ ما طيبة أبدا. حالياً نحن هلأ خلص صار اسمنا بين الجيران المجانين الثلاثة أكيد. يعني أنا كتير بنبسط وقت حدا بيقول عني مجنونة، يعني بزعل نفسياً بتعب إذا حدا قال هي عاقلة وراكزة وبتعب نفسياً. والله أنا نفس الشيء، أنا بالمدرسة كلهم مسميني جورج مجنون. ايدي هاي صارت عبارة عن حطبك وحمرت كمان. عمو بدلي بدلي ايد تانية. والله تجربة رائعة. قالوا لي مرسي لانه جبتلكم هيك هدية. عفوا مرسي لانه جبتلنا هيك هدية. وعدوني انه انتو كمان رح تجيبوا لي هيك هدايا. وعدوني انه انتو كمان رح تجيبوا لي هيك هدايا. ما اسألهم قولوا وراء بابا رح نجيب لك ايفون 14 برو ماكس. وعد ما رح نجيب لك ايفون 14 برو ماكس. رح نجيب لك ايفون 14 برو ماكس بس ينزل الايفون 16. هلا اكتافي من هون لفوق حرارتهم شي صفر وجسمي لتحت حرارته 36 37. لسه ما بيعرفوا شو ناطرهم. هي أول مرة بحياتي بنبسط إنه إحنا عايشين بالنمسا وبرد كتير. أول مرة والله. أوكي طلعت من المي لإلكم، إلكم عندي تحدي، أوكي؟ يلا. كل واحد فيكم بده يطلع يعمل جولة على التلج، أوكي؟ رقد وبعدين ينزل. هلا أول شغلين لازم ينزل. جاهز؟ جاهز. 3 2 1 ليتس جو. يلا. رقد على التلج. بدك تمشي عمال هلا يلا. هذا ابنك، هذا ابنك. برد برد تعال اطلع يلا من هون. لا هلا بدك تقلنا عن شعورك بقى. شعورك بتحسي اجريكي صاروا حجر. عم زبط. يلا جاهز 3 2 1. انا رح اروح بالعكس. يلا بابا كانك عم تمشي على الارض العادية. يلا لو اي شو لو شو تحس حالك عم يحترقوا رجليك صح؟ واو ما عمل جولة كاملة. لا جولة كاملة هارا صح. هاي نص جولة تاع هاي ولا حرف ولا حرف. طيب هلا التحدي اللي بعده لماما. انا ما اعطيت تحدي لحالي. انا بعطيكي يلا تحدي يكتبوا التاريخ. ليتس جو. شعورك حياتي؟ شعوري؟ إيه؟ بيهوي شعوري يا جماعة، بيهوي رجلي كأنه أكلي 100 كفة. التحدي اللي بعده أنا بابا بيقول ما في تحديات. هلا لوقت ناكل البوظة. يس اكتب يا تاريخ إنه عائلة تعليم تيوب مو بس بالجاكوزي بدرجة حرارة ناقص 3 وبياكلوا البوظة وبياكلوا بوظة كمان. يلا هاي البوظات حطهم بالفريزة هون. أنا بدي هي. أنا رح آخذ هي بشكلها فستو جوجي مسو. شي طيب. هي جاتو تفاح رائعة. هي جاتو شوكولاتة رائعة. هي أطيب. هاي أطيب. ما والله. قررنا يا جماعة نرجع نشغل الفررررر وناكل بوزة باسترخاء. بتتذكروا نحن وكنا عم نركبه شو كنت عم بحلم إنه بكرة بقعد فيه هيك وبمسك هيك وتريك تريك تريك. هلا ضبطك. يلا. ليتس جو. If I didn't have no morals, I'd be menacing. How about a nigga rapping conscious but he ignorant? How he find a hood but still gon' go legitimate? How he make a bunch of bitches but they still respect the women? في صوت الله. ماسكة بهي عاملة سجل هي بحسة فكرت بدي بدل. واو 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 هالقعدة. طيب هلا أول شي عن جد بدي تقولوا لي شو رأيكم بهي القعدة؟ والله العظيم رائعة أسطورية. إمتى رح تجيبوا الأيفون 14؟ بس هي أنا بتقديري بتصير مرة أو مرتين بالشتي بهالثلج هذا. هي مشكلته الجاكوزي هيدا إنه لازم يضل على الكهرباء وما عنا تمديدات كهرباء يعني لهون، فنحن معدين الشرايط وهيك فما رح تزبط هون. نتركه هيك فيه مي، وإذا تركنا فيه مي رح يصير بوظ رح يتلج يعني بيصير على الكهرباء. إيه لكان. أوكي بس شو رأيكم قلو إنه شي يوم نعمل فيه 24 ساعة كاملين؟ إيه بس أوكي. القصة بدها 200,000 لايك على الأقل يعني على الأقل. يا جماعة 150 بتواصلت لكم. أوكي المهم كتير انبسطنا، اكتبوا لنا أنتم كمان إن شاء الله تكونوا انبسطتوا، اكتبوا لنا شو رأيكم بأي تجربة الحلوة بالعيلة المجنونة تبعنا. هلا رح أنقلكم فيديو اليوم. خلص إن شاء الله يكون عجبكم.
نحن رح نكمل بالجاكوزي، انتو بدكم تخلصوا وتسكروا الفيديو وتروحوا تصطفلوا، بس نحن مكملين بالجاكوزي. بس انطروا الفيديو الجاي لانه والله رح تشوفوا كذا فيديو بيجننوا فعليا، من اجمل الفيديوهات يلي رح نعملهم بحياتنا ان شاء الله يا رب. الله هيك يكون معنا يعني. او قبل ما ننهي الفيديو، اذا انتم جدد على القناه ما تنسوا لايك شير وسبسكرايب ولاف يو كتير. تابعونا على حسابنا على انستغرام. باي 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 باي. من عمر سنيني بعطيكي جمالك انا ادمنته.